وللأبد حتى التحرير بإذن الله. الله أكبر. من غير شك اليوم نحن يعني رغم الحزن الذي يسود في قلوبنا بسبب عدد الاغتيالات المتتالية هنالك جماعات كبيرة استشهدت في سبيل فلسطين في سبيل القدس، ولكن اليوم تأكدنا من هنالك من يريد فلسطين، من يحب فلسطين صاحب الوعد الصادق. بالتالي ما جرى اليوم رافع معنوياتنا، نحن على يقين بأن هذا الليل العربي الطويل والفلسطيني الطويل سيأتي بفجر جديد إن شاء الله، فجر الحرية والاستقلال. الموت 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 الموت
إسرائيل الموت الموت. يحيى الرد الإيراني. يحيى يحيى خامنئي. نصر الله يا نصر الله. لن ينجو أعداء الله. نصر الله يا نصر الله. لن ينجو أعداء الله. لن ينجو أعداء الله. حزب الله يا حزب الله. لن ينجو أعداء الله. الله اكبر، يعني فرحه عارفه داخل مستشفى شهداء الاقصى بصواريخ المقاومه اللي بتطلق من كل مكان حاليا تجاه الداخل المحتل. الله اكبر ولله الحمد. يعني هذه الصواريخ. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله. الله اكبر. انزلوا كلهم. الله اكبر. حاليا الصواريخ تنطلق من كل مكان، حاليا صفارات الانذار تشتعل في كل فلسطين، في كل الداخل المحتل، في كل المدن، في تل ابيب وفي عسقلان وفي سديرود وفي كل مدن الداخل المحتل. الله اكبر ولله الحمد. يعني والله هذه المشاهد، هذه المشاهد رجعتنا لايام ايام العز. والله الله اكبر ولله الحمد. يعني ربنا يجعلها يا رب هيك حبه، هبة عربية، هبة جماهيرية، هبة إسلامية. الله يا رب ينصرنا، الله يا رب ينصرنا يا رب، الله ينصرنا. يلا حلوان الصواريخ ان شاء الله يا رب نوزعها بالقدس ان شاء الله يا رب 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 امين.